كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، لاحظوا أياما مش أيامون، يعني تصومون أياما معدودات، تصومون أياما معدودات، يعني مش كثير. دققوا معي، وهو هذه على فكرة أيام بسموها جمع قلة، ومعدودات كمان جمع قلة، والعد أصلا يكون عند العرب بالإشي القليل، لأنه إشي الكثير كانوا يقدروا تقدير ما يعدوهوش. طالما معدودات يعني مش كثير، تصومون أياما معدودات، يعني المسألة تصوروا 12 شهر، يعني واحد من 12 بتصوم، واحد من 12 كيف لما نفرض أنت كل 12 يوم بتصوم يوم مثلا، أما ذا السنة كثير، يعني كثير يعني مثلا أياما معدودات. ثم معدودات إذا بتلاحظوا إذن هي بعدد كمان، هي بعدد، بحيث لو أفطرت عدد بقضي وراء بقضي بداله العدد نفسه. مشان إيش؟ مشان يكون كامل. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. الدين ما حدد إيش المرض، مرض ولكن الدين نازل لمكلفين عقلاء، عقلاء يعني الدين ترك الأمور صح إلنا لتقديراتنا. تقديرات مين؟ تقديرات العقلاء المخلصين، مش اللي بدهم يلعبوا، مش اللي بدهم يلعبوا أي شغلة. كن لك مرض، في أمراض الطبيب بقول لك هذه أهم شيء في شفائها تصوم، يجي يقول أنا مريض، وهي القرآن بيقول فمن كان منكم مريضا. الله أكبر، طب ما بقول لك الأطباء هذا المرض بالذات بده صيام، قال لك مرض يعني مرض بتناقض مع الصيام. طب ما في أمراض بدها صيام، وأصلا في أمراض ببطل هو يأكل ويشرب، وقرايب بظلهم يا بني كل يا بني يا كذا خذ، بقول لهم أبدا مش جاي على بالي. والطبيب بقول لهم اتركوه بهمش بستفيد. تيجي تقول لي أنا مريض في مرض السكري، الأطباء اليوم بيجي بقول لك أنا إحنا منقسمهم قسمين هدول السكري، في ناس منقول لهم صوموا، في ناس منقول لهم ممنوع. ممتاز، المفتي في هذه المسألة الطبيب والأطباء بيعرفوا. إذن فمن كان منكم مريضا، إذن المرض اللي بتعارض مع الصيام. شو يعني بتعارض؟ يعني الصيام بيؤدي إلى بيزيد المرض، بتأخر شفاء المرض، بيكون متضايق كثير ومشقة شديدة، ولا بيزيد المرض ولا برضه مرض.